استاذه رانيا فريد شوقي منورانا في فوشيان النهارده، جايه تكريم دير جيست، كلمينا عن مبسوطه طبعا بتكريم دير جيست عن دوري ايمان في مسلسل ولاد ناس. فالحمد لله مسلسل مهم جدا في حياتي، ومبسوطه انه لقى نجاح مع الناس والناس تابعته في سباق رمضان. طيب انا عايزه اعرف بقى سر جمال رانيا فريد شوقي، عشان الجمهور دايما بيسال عن كده. والله ما في جمال ولا في حاجه خالص، ادينا بنجتهد كلنا وخلاص. بس انت من الناس اللي مش بتؤمني بعمليات التجميل. لا مش حكايه مش بؤمن، هيجي يوم وهعملها بس عشان ما نضحكش على بعض. لا طبعا، ايه المانع ان حد يبقى في حاجه مضايقاه ويظبطها؟ يعني دي لازم ابقى انا بحبني ومعجبه بنفسي يعني. بتعملي ايه الفتره دي؟ بنحضر للجزء الثالث ان شاء الله من ابو العروسه باذن الله. لا بيحضروا كتابه لسه وان شاء الله قريب. يعني متحمسه ليه؟ شايفه ان الجمهور ممكن يتقبله ولا لو هو الجمهور مستنيه مش متقبله؟ هو مستنيه بقاله كتير قوي، فبالعكس انا مبسوطه جدا جدا لان هو مسلسل نجح خارج رمضان وعمل حالة كبيرة قوي مع الناس على مستوى الوطن العربي على فكرة. طيب عايز اعرف رانيا فريد شوقي الام عاملة ازاي؟ وصعبة ولا لا؟ ولا صعبة ولا حاجة، ده انا طيبة وخايبة قوي قوي يعني، بحاول والله. ما يغركيش ادوار الشر اللي بعملها والزعيق وكده، بس بحاول يعني. طيب علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ عاملة معاك ازاي؟ العادي يعني، مش متدخلة فيها قوي يعني، العادي. احنا بنشكرك جدا ومبسوطين كنت معانا. اشكرك، ميرسي.